Allez, un peu. Ouais. Aïe. كنفتحو الروبيني كاين زلبة بابا صطيبة إلا كتوش روبيضة فيك الفل شنو غنديرو دابا؟ غنتقداو الفطور لذاك المنتخب اللي غادي معانا واحد المنتخب ديال الكره خاصو يتعالج يا الاولى خاصو من المونه ديال شهرين المشكله ما بغاوش يتحركوا الا ما فطروا ليصونس دابا وقع لينا واحد الفلان هذا الصباح هذا زوين سي زكريا عطانا واحد الخطه فاش كنا في الراس ديال هذا الشارع قال لك قال لك نعم سيدي بلاصه من فيراجي ومن هنا ندوزو من هنا نمشيو ديريكت جينا ديريكت لقينا مع هذا الكاميو تيهبط للحمد مفاجاه راه الخير الخير مفاجاه بقينا حاصلين هنا السف هذا معنا 400 ودا لنا 420 يا راه درهم راه درهم راه درهم يا لطيف يا لطيف راه درهم على ديتو يوسف طبيعة الحال المهمة ديالك هي هز حط دينا هذا حتى لتما تيفون يلا يلا هز خلنا نبداو يلا العشرة هادي حنا يلا نبداو تعطلنا يلا سير ابتسام لا تكلفي بالفطور والغدا اهم حاجة في داكشي كامل هو هذا يلا سير دوز اهم حاجة في هادشي هو هذا فاش تخلص الصباغ سير التحمد سير يلا مكاين يلا تفطر ابراهيم زيد غنفطروا زيد انتوما باغيين الفطور يلا هو تفطر واجدين واجدين مستعدين مستعدين يو السلام عليكم زاز لوز اوفردوز مرحبا بكم في قناة العزاوي فاميلي فيديو جديد من برنامج كولز سمايل حلقة رقم 3 على بركة الله المهم المهمة ديالنا خوتي اليوم هي أن الدار هذه دابا نوري لكم سينيماتيك خصنا نصبغوها وبطبيعة الحال ما حدنا كنصبغوها غيكونوا عاوتاني جوج ديال الفرق عاوتاني الفراقي الفرقة الأولى غيكون فيها عاوتاني حمودة هز من حدا يوسف هز باقي ما قلنا ولفها وغيكون عاوتاني مصطفى منافسة انت دابا راه المهم بجوجهم صباغة وبجوجهم حريفية ياك ولكن الحلقة اللي فاتت هذا معايا في فرقة وما حسيتيش به كاع ما حسيتش به تتفرج في الفيديو كل فرقة غنعطيوها بلاصة في هاد الدار ومن اللي غادي نساليو غنشوفو النتيجة في الأخير كيفاش دايرة والجمهور عاوتاني هما اللي غادي يحكموا صافي صوت علينا إن شاء الله قال لكم مول الدار يلا فطروا دابا ونشوف هادي كاو دير زكريا شي فورس اللوم والله يا سير ركب سير حي شحال مصطفى شحال عاوتاني ديال الكوزينة ها انتم هذه الدار اللي غادي نصبغو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا بيت فين تنعسو وليدات ديروا لي واحد الديكور زويون كاين عاوتاني هذا المراح هذا شوف هو طواليت وبيت الراحه بيت الراحه حتى هي عاوتاني كاين هذا البيت هذا ها هو راه ممكن فيه الشراكة واقيلا ديالي وكاين ابتسام باقي ما ناضش من الطبلة كاع سالي تقعدي هادي لا بريباراسيون لا بريباراسيون اي شنو كدير دابا دابا كنخلطو الجيلاتين مع الكاوتشو ويلي على اللبسة ماستر صبايغي شراكي يوسف محمد زكريا المهمة ديالكم طلع تهرج ليتس جو حمود علاش كدك داك المسمار تما؟ باش تشد في السلوم نفس السلوم هكا فكرة ذكية سقوا على حمودة غندير واحد المقلب قلبو قلبو قلب ليه السلوم طيح ليه السلوم كنضحكو كنضحك كنضحك كنضحك
مكه سراكي المهمه ديالكم عرفتوها بيبان صبغوا هاد البيبانات ما تعرفوش تصبغوا الحيوط اللهم ما تصبغوا البيبان داكشي علاش كلفنا السي حموده بالبيبان صح يوسف ساليتي قبل منهما ضروري ضربتي عليهم يوسف كنشوفوا حموده من بعد ما سال هو مصطفى البلافو يعني الفوق ديال الحيط تيضربوا دابا هاد الجنب هذا زكريا المهمه ديالك هي هذا الباب مشات نسحكوا بعدا محمد راك غادي واخا تعطلتي خاصني نمشي الا بقيت هنا راه نبقى هنا او مالو نوري ما كيت انا صبرت هنا ومشيت حراره دخلت فيك راه شوف الناس مساكن راه الله يحسن العوان والو قال لك اسيدي تغداو معنا واخا حنا راه تنوجدوا الغدا ليك كتوجدوا ابتسام والله ايوا بلا هالها شوف الخير تبارك الله شوف راه قال لك كتلقى الخير مع وجه الخير الله يجازيكم الخبز ديال الدار ها انتم كتشوفوا الحمد لله هو الخير والله هذا البيت هذا راه ما فجهدناش اننا نقادوه دابا ولكن ان شاء الله غيكتب لنا ضروري حيت خصو المرطوب ياك ان شاء الله خصنا سيت فينا كاع كلشي تبدل هذا يتحل غادي تحول هذاك ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله تعالى ان شاء الله المهم نتوما اللي كتشوفوا هذا الفيديو هذا الله يجازيكم بارطاجيو ياك باش الا كاين شي واحد يقدر يكمل هذا العمل هذا اللي بدينا مرحبا بيا نحط لكم النمره ديال السيد هنا في الديسكريبشن الله يجازيكم ويجازينا ويتقبل منا ويتقبل منكم يا ربي امين شو دابا جمعنا فيه الحوايج حيت كنصبغوا الدار اختي هذوك الناس اللي مساكن كتلقاهم في حال جاهمش الله يحسن العوان كتلقى فيهم الخير اكثر من الناس اخرين المهم كما كتشوفوا ها الخبز ديال الدار ها الطاجين غيديروا واحد الروبو باش يقصاو شويه راه بغاو شو حموده دار الروبو من دابا اكبر حكاك على وجه الارض عرفت واش دار الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير وراه حكيتي حيدتي السباغه القديمه الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير ولا بي وحرام من دوك لي زامي ولا بي ولي زامي ديال دوك لي زامي ولا بي اوكي خوتي كيف ما كتشوفوا حنا دابا راه في المراحل الاخيره ما قبل الاخيره المهم راه بدينا تنصبغوا هنا ونقادوا هنا ما بقى والو نساليو هاد الدار ديال هاد الناس هادو وبغيت غير نقول لكم بالله حنا برنامج سمايل ملي تنبداو مهمه تنحاولوا نساليوها في اقل من 24 ساعه باش ندوزوا المهمه الثانيه بالنسبه للحلقه ديال اليوم اللي دعموها هما الاسره ديال زازا فلوغ عندهم واحد القناه غتلقاو الرابط ديالها في الديسكريبشن هاد القناه محترمه وعائليه حيت السيده هادي تدير فيديوهات هي والزوج ديالها تيديروا فلوغات تيديروا خرجات تيديروا تحديات يعني قناه مشابهه لقناه العزاوي فاميلي الا مشيتو انضميتو ليها غالبا غادي تعجبكم وقبل هادشي كامل سيروا بعدا قولوا لهم غير شكرا سيروا قولوا لهم الله يجازيكم لانهم كيف ما فرحوا هاد الناس هادو راه هاد الاجر هذا مكتوب لهم ان شاء الله الله يتقبلوا منهم ويتقبلوا منا ويتقبلوا من اي واحد تيدير الاعمال الصالحه وحتى نتوما شكرا لكم اللي متبعين قناه العزاوي فاميلي وكتدعموا القنوات اللي ديجا كتدعم بحال هاد الاعمال دايره بيناتنا المهم كلشي كيستافد على اين اخوتي لكن انت تبغي تدعم شي حلقه الرابط ديال الايميل بيزنس غتلقاه في ديسكريبشن صيفط ليا تما ونتواصلوا مره اخرى شكرا للعائله زازا على
الدعم ديالكم لهذه الحلقه، الله يجازيكم ويتقبل منكم ان شاء الله يا رب العالمين. وسيروا دعموهم، الرابط ديال قناتهم راه في الديسكريبشن وغالبا قناتهم غتعجبكم. يلا نكمل. شوف شوف ها حصلتوها، كيعمر راسو الصباغ دابا هو راه الصباغ زعما البغناصي خلينا زعما راه الصفغت نوض 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 على سلامتك. هو اللي قالها ليا والله ديك سيدي اسمو نخصو حتى هو يدير الديره. يلاه جا من الخدمه اش اش عندي؟ شوف هاد الريتوشات هنا هنا نجي لقاك ناضي فهمتيني يعني كلشي هنا كلشي ما تغوتش عليا الله يحفظك. ما تهضرش مع الباترون نشوف الصباغه كي دايره بلا ما تهضر معنا بزاف يا راه دوتي شي مزيان هذاك الشيء. وانا على السي مصطفى من بعد ما سال البلافو يعني الفوق ديال حيط الصف ولا اش كيسميوه هو تيضرب في الحيطه ساهل. ولكن راه سبقك حموده مصطفى زير معنا شويه ويلي ويلا يلا فيلي يلا يلا سير. هذه الوحدة وتسعة دقائق والأمور غدا مزيان الحمد لله. أستاذ شنو سميتك؟ ياسر. أنت؟ عبد الوهاب. أنت؟ ياسين. ياسين أنت؟ عبد عمر. تلفتي قل سميت خو واجدي التحدي قول واجدي. نعم. أستاذ الدين. نعم. أنا حسب حتى ثلاثة غتفتحوا دانون غتاكلوه بهذيك بحال هي المعلقة. أنت فتحتي سبقتي هما يلا فتحوه ما تاكلوش فتحوه بعدا جوج ثلاثة بداو زربوا عليه زربوا عليه زربوا عليه سير 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 علي عمر علي عمر هادي زيد 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 علي عبد الوهاب علي عبد الوهاب ولا 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 ايه المسخط زيد يا زكريا علي علي عبد الوهاب علي عبد الوهاب علي علي زيد 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 سير عمر سير عمر زرب 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 ولا 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 تنفسوا بعدا غير تنفسوا زيد 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 اوه هلو زيد انت الثاني ساليس شكون الثاني فيكم؟ انت ولا هو؟ انا انت ولا هو؟ انا انت ولا هو؟ انا انت ولا هو؟ انا بجوجكم الثانيين وانت؟ انا الثالث صفقوا على ريوسكم واخا ما عندكمش اليدين صفقوا عليه هوايا يوسف صفق عليه وصفق برافو عليكم غندوزو للمسابقة الثانية يلاه سير بعدا غسلوا يديكم سير شوف مسكين عطاو الغوزي ضحكوا عليه ضحكوا عليه انا صفر الدراري صفر الدراري انت شمنو؟ خضروا الدراري خضروا البراري انا البرتقالي البرتقالي برافو عليكم. اوكي غنحسب ثلاثة غنشوفوا شكون اللي غيقدي نفخ حتى يفرقعها. لا انا لا غنتخلع ماشي غنى شوف ماشي تنفخها وتفرقعها بيديك بقا تنفخ فيها حتى تفرقع. واش زيد مستعدين؟ يلا واحد جوج ثلاثة جو سير 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 شوف شحال تفشيت لي هاني عبد الوهاب عبد الوهاب سير سير كمل سير سير سيد 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 عمر عمر اجي يوسف اجي يوسف اجي يوسف سيد 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 واي سيد جو الاحمر وجو سيد 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 شجع عمر خصي سالي خصي سالي عاود 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 سيد 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 تقوبة ايه اوه صافي تسقالي 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 عند الصح عند الصح عند الصح لا لا عند الصح تقوبة نسير محمد اه كنت عجبني او هكاك وخا وخا تكون الخبر بغالة شوفوا مزيان بحال اش تيدير كل واحدة تجي النوبة ديالها انا الطواليت ساليتها كاين شوف شوف في الخفه شوف كشي بشحال اللي صايب الكنافه. المهم حمود عطاهم واحد التحدي كل واحد عنده ضربه اللي صرع الضربه غيبقى معاه في هذا البيت واللي ما صرعهاش غينسحب. نقول له باب يلا يوسف سير هايد 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 برا برا والله الا واحد سير ها ها وي 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 علي سراكي علي سراكي يلا هايد هايد كايم 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 معليش معليش يلا حيد 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 طول الحاج حيد طول الحاج الله 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 الله
مالك يا مالك يا مالك واش انا اللي مالي كاع حدا دابا الكوزين انا اللي مالي واش ما يصوت تا خاي الشراكي صافي راه غير ديك البلاصه ياك اييه ستيتي كاع تقابلي دايرين بالبال ايوا باقي تقولي ما دير والو تفرج باقا مازال فينيسيو لا لا كدير كدير يلاه سير الله يسخر هاد اللعيبه ديال فينيسيو حطهم بعيد على الصباغه تاع زكريا باش ما يتكرفصوش تنسال يلا مرجوك خليها شو زكريا اوه كيف كيف برافو كين 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 هيد هيد ما كتعرف ولا زيد 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 كلاشي يلا سير بصحتك الله يلحسن من الصحوة لابدوس السيروت كنشهدوا صفا ليه وي عاوتاني ملي كنوركوا على السيروت كنتفضوا وي والدراري واش براسكم لا كنفتحوا الروبيني كينزل الماء كنسدوا الروبيني كينزل الماء اجمع سير دير حموده وغنكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم وسالينا المهمه ديال اليوم حسبوا مع 10 سير 8 7 6 5 4 3 2 1 تبارك الله عليكم سالات الحلقة ديال اليوم ما تنساوش كيف ما العادة لعجبكم الفيديو وركوا على الزر لايك وباش يوصلكم جديد شاركوا في قناة وفعلوا جرس وتسناو ان شاء الله من بعد غدا الحلقة رقم 4 ديال برنامجكم سمايل طا طا مي طا طا Oh, 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 oh.
تلم المسكي حالي.